بلشنا بالمحاضرة الماضية عن شيء اسمه مثلث الرعب، حكينا عن زاويته الأولى اللي هي السرحان أو الشرود، اليوم مع الزاوية الثانية اللي هي الملل. كلياتنا بتجينا هي الحالة النفسية يلي إنه أنا ما عدت قادر إني أفتح الكتاب أو أدرس منه، حسيت بزهق وضجر وإنه أنا خلص يعني ما عدت عندي رغبة أبدا. هي الحالة هي الملل. تفسيرها العلمي إنه هي حالة نفسية تنشأ من اضطرار الفرد للقيام والاستمرار بعمل لا يميل إليه. هالتعريف رغم بساطته وإلا إنه هو بيحتوي على كتير عناصر مهمة، أولها الاضطراري. الملل بينشأ من شيء أنت مضطر عليه، بالتالي أنت ما بتميل لإله، يعني ما عندك الرغبة فيه. إنك أنت لما رايح لهذا المكان وأنت ما بتحبه فأنت حتمل. لما انت عم تحاكي هذا الشخص وتتواصل معه انت ما بتميل لإله، فبالتالي انت عم تمل. شو اسباب الملل؟ اسباب الملل اولا ضعف الدافعية. ضعف الدافعية بانه انا ما عندي هذا الاهتمام وما عندي هذا الدافع القوي لاني انا احفظ او لاني انا ادرس او لاني انا انجح. غموض الهدف او غيابه. كتير اشخاص لما تيجي وتسأل انه انا كتير عم مل وما عم اقدر اني اتجاوز هذا المستوى، خاصة لما نحكي بكورسات اللغة. ما بعرف ليش باللغة بالذات بيجوا كتير طلاب وبيقولوا لي انه انا مالي قدران كمل هذا الكورس او انه انا كتير عم مل. اول سؤال بسألهم اياه انه انت طيب ليش عم تدرس لغة؟ فبيقول لي ما بعرف، يعني لانه هيك، لانه يعني لغة تانية، لازم اتقن لغة تانية بالاضافة للغتي الام. طيب قل له طيب ماشي، هلا انت عم تدرس بس ليش؟ بيقولي لأنه هيك. كلمة لأنه هيك هي أول أسباب الملل. مدام أنت مالك عرفان أنت ليش عم تدرس فأكيد حتمل. أساليب دراسية خاطئة. أساليب الدراسة الخاطئة هي اللي بتأدي للملل. السؤال اللي بيطرح نفسه هون، أنا كيف بعرف إذا طريقتي هي صحيحة ولا لا؟ كيف بعرف إنه أسلوب دراستي هو خاطئ ولا صحيح؟ هنن المعيارين يلي حكينا عنهم من قبل، برجع بقلكن ياهن هلأ: الراحة والإنجاز. في حال كانت الطريقة الدراسية يلي أنت عم تتبعها هلأ عم تحقق لك الراحة وتحقق لك الإنجاز، فمعناتها هي صحيحة. في حال كانت عم تتعبك، حاول تبدل. في حال كانت هي مريحة ولكن إنجازك جدا قليل، كمان حاول تعدل. فقدان الثقة بالنفس. فقدان الثقة بالنفس كيف بيأثر على الملل؟ إذا أنا كشخص ما عندي ثقة بقدراتي وإمكاناتي، فأنا شخص بيفتح الكتاب وبيقول إنه أنا قد ما درست ما رح أنجح، أنا شخص ما بقدر إني أنا أحفظ كل هذا الكم الهائل من المواد، أنا مالي عرفان إنه أنا كيف بدي أنجح بهي المادة. مع هذا الحكي شوي شوي عم تنقص الرغبة، شوي شوي عم ينفد مني الاهتمام، عم تضعف الدافعية، عم أوصل لشيء اسمه ملل. كيف نتغلب على الملل؟ حدد هدفك من دراسة كل مادة وهدفك من الدراسة أساساً، يعني حط أهدافك المرحلية وحط الهدف النهائي. التنويع والخروج عن المألوف. ما تحاول إنك أنت تمسك طريقة واحدة بالدراسة وتمشي عليها طول عمرك وحياتك ومع كل المواد. هاد من أكبر الأخطاء يلي نحن ما بنوعالها. طريقة دراستك للفيزياء حتماً هي غير طريقة دراستك للجغرافيا أو للإنجليزي أو للغة العربية أو لأي مادة تانية. حاول إنك تنوع، طول ما إنه المعيارين أمورهم بالسليم فأنت حاول تنوع. لا تجمع المواد الصعبة بوقت واحد. بيجي السؤال هون إنه شو هي المواد الصعبة؟ المواد الصعبة بالنسبة لإلي بتختلف عن المواد الصعبة بالنسبة لإلك، فأنت في حال كنت بتستصعب مادتين أو 3 مواد لا تحاول إنك أنت تدرسهم بوقت واحد. حاول تحط بيناتهم فواصل من مواد أخرى أنت بتحبها، ولا تحاول إنك لما تراجعهم تراجعهم سوا. الاستراحة كل ساعة 10 دقائق. تغيير طريقة الدراسة هي اللي حكينا عنها بإنه نحن ننوع بطريقة دراستنا للمواد. بهدول نحن بنكون حاولنا إنه نتغلب عن الملل. الفكرة المهمة اللي بدي أحكيها إنه الملل والشرود اللي حكينا عنه بالمحاضرة الماضية هن شغلات جدا طبيعية وشي كتير
يعني عادي إنه نحن كبشر نحس فيهم، سواء بحياتنا الواقعية والعملية أو سواء بمجال الدراسة. شيء مفروغ منه إنك أنت تمل، وشيء مفروغ منه إنك أنت تشرد وتسرح. كلياتنا بتصيبنا هدول القصص، ولكن أنا بختلف عنك وأنت بتختلف عنه وأنت بتختلفي عنها، مو بوجود هي الأشياء أو عدمها، لا لا، هي موجودة بكل الأحوال، ولكن بتختلف النسبة. نسبة الملل عندك بتختلف عن نسبة الملل عندي. هذا الشيء بيرجع لهدول القصص يلي نحن عم نحكي عنهم. المحاضرة القادمة حتكون مع الزاوية الأخيرة، ويلي هي الإجهاد أو التعب.